زعلش مني معلش، السوق كان وحش وانا بتنرفز، زعلش مني. وده يخليك ما تحبش الخير لاخوك معتز. معتز ده اخويا، هو يعني علشان خاطر من ام تانية يبقى انا بعتبره مش اخويا؟ لا ده اخويا وخالص صغير كمان واحب له الخير، بس معلش هو طالب قرشين في ظروف وحشه قوي، السوق وحش وفلوسنا بره، مصاريفنا كلها بره في السوق مش عارفين نلمها. طب ثلاثه بالله العظيم يا حاج، انا فكرت كده استلف له القرشين دول من اي حد وادهم له، بس ما تزعلش. يعني انت عرفت غلطك وندمان عليه وطالب السماح منك يابا؟ انت عارف انا ما اقدرش اعيش في الدنيا دي الا برضاك عليا. ربنا يهديك يا ابني. ربنا يخليك لي بقى حاج، انزل بقى عشان محل لوحده. ماما ماما، ايه ده؟ انت بتعملي ايه على الصبح كده؟ ازاي تيجي من غير اذن؟ وازاي تشوفيني بالبيجامه ده حتى في الوحش؟ على فكره انا مش جايه عشانك اساسا، انا جايه افطر مع حماتي حبيبتي لحد ما سعادتك تصحى وتاخد دش، بعدين بقى نروح نجيب شويه حاجات ونروح نجيب النجف من درب البرابره. درب البرابره يا بنت سلطح بابا، وعامله فيها انجليزي وديزاينر والخمسه دول. ها بطل رغي بطل رغي وخش غير هدومك عشان نفطر سوا قبل ما تنزلوا. قبل ما تنزلوا مش نازله معانا ولا ايه؟ انا مش هجيب حاجه غير على ذوقك يا ماما. لا كل حاجه هتيجي على ذوق سلمى. على ذوق سلمى؟ قولي له يا طنط. مين يا طنط؟ انت معايا ولا عليا؟ انا مع الحق. مع الحق، ادي اخره اللي مراته تبقى صاحبه امه. طب هو يا بقى وديني اللي انا مغير ريقي ومغير هدومي ونازل ضرب البرامج، عامل ايه؟ اقعدي يا حبيبتي اقعدي اقعدي، يلا اوعي تزعلي منه، انت عارفه حسام قلبه طيب واللي في قلبه على لسانه على طول. ازعل منه ليه؟ هو فاهم غلط اساسا. ازاي يعني؟ الله يكون في عون اللي مراته ما تصاحبش امه. والله يا بنتي عندك حق، ده تبقى عيشته مرار. تخيل يا طنط لو كميتنا ما كانتش ماشيه مع بعض كان حسام ده حصل له ايه؟ الشر بره وبعيد يا بنتي. ده انت حبيبتي يا سلمى، انت عارفه معزتك عندي والله قد شاهين ده بالظبط. ربنا يخليك يا طنط. خواجه البير بعت لي رساله دلوقتي يا كبير. بيقول فيها ايه؟ عاوزنا اسافر له عشان نرتبه للعمليه الجديده وندفعوا له المعلوم. على خيرة الله، ظبطوا له امور سفره وجهزوا المبلغ اللي مطلوب من حسابنا اللي بره مصر. اوامرك يا كبير. ماشي هنجهز المطلوب. بس يا سلمى انت ما بتتعبيش؟ ازيك عامل ايه؟ الله يخليك الله يخليك. انت بذمتك تعبت من 3 ساعات ماشي بس؟ اقعدي يا سلمى اقعدي. اه تعبت والله العظيم تعبت ما ادري اقف. انت ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله عليك. ليه ده؟ على اساس ان انت يعني في شغلك قاعد على مكتب مش قاعد بتجري ورا مجرمين وكده وضرب رصاص وحاجات كده؟ يا حبيبتي الجري ورا الحراميه اسهل بكتير، الحرامي بياخد له دقيقتين ثلاثه وبتمشي رصاصه، يا تخلصي عليه يا تقبضي عليه يا بيهرب يا بينشني هو رصاصه واخلص وارتاح، انما 3 ساعات ماشي على رجلي. وايه رايك يا حسام؟ وقول لي ذوقك يا حسام وادفع يا حسام، حرام ما يرضيش ربنا ده. انا غلطانه هنزل اكمل لوحدي. هو لسه فاضل حاجه تانية عشان تشتريها؟ يعني فاضل شويه حاجات صغيره كده. حلو، حاجات صغيره يبقى انا ماليش فيه، انت بقى تقدري يعني مع نفسك. طب والنجف؟ نجف؟ ايوه النجف يا حسام. طب هو انا يعني انا لازم انزل اشتري نجف؟ ايوه طبعا. طب بص انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك ذوقي في النجف وانت اشتريه انت. انا شايف ان احنا نجيب نجف نحاس يعيش العمر كله. نحاس ايه يا حسام؟ ده انتهى من زمان. ايه مفيش نحاس في البلد؟ بطل هزار بقى. ما بهزرش والله العظيم يا سلمى. طب بلاش نحاس. كريستال، نجيب نجف كريستال. كريستال ايه ونحاس ايه؟ انت قديم قوي. قديم؟ ايوه دلوقتي في حاجات الترا مودرن حلوه قوي. في حاجات ايه يا اختي؟ الترا مودرن. الترا مودرن ما هي البغبغه بتاعتك دي اللي هتجيبنا ورا، انا ما بفهمش الكلام ده، انا راجل زي ما انت قلت كده، قديم قديم ما بفهمش في الكلام ده. شوف انت نقي اللي انت عايزاه وانا واثق في ذوقك. هتيجي معايا؟ مش هاجي معاكي، واثق في ذوقك يا سلمى بقى ارحميني. انت عرفت ذوقي منين؟ الا عرفت ذوقك منين؟ انا كل يوم اول ما اصحى ابص في المرايه اشوف العسل ده اقول ايه البنت اللي ذوق حلو دي. اهو تروحي لوحدك بقى برضه هتيجي معايا تجيب النجف؟ برضه هاجي معاكي. طيب بص يا سلمى انا هاجي معاكي نجيب النجف، بس توعديني تيجي حد يعلق النجف ونتغدى الاول. ممكن؟ ممكن. الا قول لي هادي يا دياب، بيني وبينك يعني انت مبسوط بالعروسه ولا واخدتها كده سد خانه علشان ترضي ابوك؟ بصراحه كده يا ابوي انا كنت داخل الجوازه دي عشان اراضيك، لكن لما شفت حكمة
خشت دماغي تمام. أماليه مش نجاوتي. المهم اتجدعن وخلف لنا عيل عشان نفرحوا بيه علشان هديك النبوت ده. كيف يا ابوي؟ ده النبوت ده بالذات عمره ما فارقك واصل لا في ليل ولا نهار، كانه حتى منك وانت حتى مني، لا عشت ولا كنت تاخده منك. النبوت ده من عمرك، هدهولي جدك الله يرحمه الله. يوم ولدتك ومن ساعتها باستفال بيه، وفي الايام الاخيره بقيت اتعكز عليه. قولك ده يا ابوي، النبوت ده ليه معزتين حداك. النبوت يا ولدي شرف الراجل وقوته، المهم يكون عارف بيضرب به مين وفين ومتى. ربنا يخليك لنا يا ابوي وما يحرمناش من نصايحك واصل. تعرف يا دياب، انت بالذات دونا عن كل اخواتك ليك معزه في قلبي ربنا عالم بيها. ربنا يديم المحبه ويقدرني على قد جمايلك يا ابوي. جمايل ايه يا ابو دم ماسخ انت؟ انا ليك انت واخواتك، بس انت زياده هبابي. وليه الهبابه الزياده دي يا ابوي؟ عشان انت النسخه الحلوه مني، وبعد العلام هتبقى احسن مني كمان. العفو يا كبير، يا ريتني اجي ربعك حتى. ربنا يخليك ليا ويخلي اخويا جابر كمان. جابر ربنا يحفظه. جابر ده رفيق عمري، خلفته اول ما خضر شنبي، بس يا خساره واخد الدنيا عافيه ودماغه حجر صوار، واخره لو اتمعظم هيبقى زيي. عشان كده انا املي فيك كبير، تحسن نسلنا وتجيب لنا عزوه متنوره يرفعوا اسم البطاطش عالي ليوم الدين. في حياتك يا كبير. ما حوصيكش، راعي ربنا في مرتك وعيالك عشان ربنا يحفظك، ووعاك من الحرام، دي زيادته نقصان واخرته خراب. واذا كنت خلبصت كديه ولا كديه قبل الجواز فبزيادك عاد عشان ربنا يحفظك ويبارك لك. امرك يا كبير. تعال يا عاد، تعال بباطي، توحشتك. قرب. سيبيني انا تعبان قوي، نفسي انام. لا مش هسيبك، قوم يلا، قوم بقى يا بيبي يلا، قوم بطل كسل. يو يا ماما حرام عليكي بقى. حرام عليكي، الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده ولا ايه؟ ايه ده يا عمر؟ في ايه؟ ايه اللي حصل في وشك؟ ايه يا ماما خضتيني؟ مفيش حاجه، ما تخافيش حبيبتي، ما تخافيش. ما خافش ازاي يا حبيبي؟ ده انت وشك مش شلفط على الاخر. في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ ولا حاجه يا ستي. الناس ثبتوني وانا خارج من البنك، افتكروني خارج بفلوس، خدوا مني الموبايل وخدوا مني فلوس كمان. ربنا ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حبيبي الحمد لله ان هي جت على قد كده، ما تقلقيش يا حبيبتي خلاص. طب قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي يلا، قوم عشان انا عامله لك الاكله اللي انت بتحبها. اوبا. شكلك عامله لي مكرونه بشاميل صح؟ صح يا نور عيني، قوم. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. يخليك ليا يا حبيبي. طب عارفه اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ذكائك، ذكائك وثقتك بنفسك. طبعا يا ابني، قالوا العلماء في علم النفس سر نجاحك الثقه بالنفس. يا واد يا جامد انت. طب عارفه سلمى، انا بجد من قلبي بتمنى لك ايه؟ ايه يا رب؟ يبقى عندك اكبر بيت ازياء في العالم، يعني مثلا زي كوكو شانيل. لا طبعا، يبقى انت كده لسه ما فهمتنيش على فكره. ليه؟ عشان انا ما يفرقش معايا الفلوس والشهره والحاجات دي، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان ابقى مقتنعه بالشغل اللي بعمله وابقى ناجحه فيه. ان شاء الله يحقق لك كل اللي بتحلمي بيه يا حبيبتي. من بقك لباب السماء يا رب. بس عارف انا مستغربه يعني شويه انك مش غيران ان انا ممكن في يوم من الايام ابقى ناجحه زيك. ده يوم المنى، اولا لانك حبيبه قلبي، ثانيا لان انا كمان عندي طموح. وانت فاكره انا عايز ابقى ظابط عادي كده؟ انا بحلم ابقى في يوم من الايام وزير الداخليه. لا واضح ان طموحاتنا مختلفه خالص. يمكن، بس الهدف واحد، اننا ننجح ونعيش حياتنا من غير سقف ولا قيود. بحبك. وانا
بموت فيك. ده حاجه امك في الحمام قاعد بخبط عليها ما بتردش. في سؤال محيرني وعاوزك تجاوبني عليه يا صديق بيه. خير يا محروس؟ هو انت صح عمي؟ اتجننت قد وليه ما تقولش اني عجلت وشلت الغمامه اللي على عيني؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ ريح قلبي، ريح قلبي ورد على سؤالي. طبعا عمك اخو ابوك من دمه ومن لحمه. قلبك ارتاح دلوقتي؟ امال ليه ما حسستش انك عمي؟ انا عملت ايه فيك عاد عشان تقول كده؟ دي جزاتي يا محروس ان اديتك ارضك من ورث ابوك عشان تزرع فيها على كيفك. صح، بزرع فيها على كيفي، بس انت بتجي في اخر الموسم وتلم المحصول كله وتبيعه وتحط فلوسه في جيبك. عشان خايف، خايف من ولاد الحرام يضحكوا عليك ويميلوا دماغك وياخدوا الجرشينات. وبعدين انا بدي امك شهريه تصرف عليكم من نيه. انا مش عايل صغير عشان تخاف عليا يا صادق بيه. انا راجل واعرف مصلحتي زين. انت لساك صغير وانا اعرف مصلحتك اكتر منك. وما تسمعش لحكمه، حكمه دي شطان. وانا عرفت انك كنت حداها النهارده واكيد هي اللي ميلت دماغك. قال يا فرعوني فرعانك، هل ما لقيتش حد يصدني؟ وايه لازمته الكلام ده واحنا على الاكل؟ من عمايل من اللي اخوك فيكم. الله، ولا رايك يا ابو ناصر؟ ربنا يهديه ويهدينا جميعا. ده ربنا هدى الناس كلها، هتيجي الحاج عنده هو وتقف تستنى بعيد عنك. يا ساتر يا رب، هو انت ما عندكش كلمه عدله ابدا تقولها؟ حق عليا، حق عليا ان انا بنصحكم واقول لكم طريقكم، ده انا حتى بهدي النفوس. يا اخويا ده انت بتشعلل فيها جاز وعايز تولعها فينا. عاجبك كده يا ميزو؟ حقك عليا ما تزعلش. اسكت يا منيره. اديني سكت يا معتز ما اشوف اخرتها. اخرتها؟ اخرتها يا احمد منير؟ هتسلي كل اللي ورايا قدامكم، بكره طول السنه دي ايه؟ يا باي عليك، ده احنا مش هنخلص من السيره دي والله. لا انا قايمه. لا اسمي منيره، رايحه فين؟ خليكي قاعده. اقعدي يا منيره، العيال قاعده. هخش المطبخ. احسن برضه، عملت طيب. ده حتى بيقولوا راحت الجسم بيلت الطعام. اخويا بقول لك يا منيره، هتقلي معاكي ده القانون اللي باخده نص الاكل. اكل؟ هو فين الاكل ده يا اخويا؟ ما انت خلصت على الاكل. خير يا دكتور؟ طمنا. الحمد لله جت سليمه، ماما بقت زي الفل، ما تقلقوش عليها. امال اللي حصل ده من ايه يا دكتور؟ السكر كان عالي عندها شويه، من الواضح انها لخبطت شويه في الاكل، مش منتظمه على العلاج. خلي عينيك عليها يا اولاد. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين، كتر خيرك. تحت امرك يا استاذ. تحت امر الله، ربنا يخليك. خلي عينك على امك لغايه ما وصل الدكتور. اه اتفضل يا فندم. سلام عليكم. السلام عليكم. الا على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. ما تقعديش بقى تقلين عليكي كل شويه، الواحد مش حامل الخضه دي. انا مش قايل لك امك تاخد الدواء في مواعيده؟ ايه ده؟ عشان امك تعبانه. إيه؟ مش المفروض تتعب يا محمد؟ جرايه يا حسام، هو بس من ساعه ما شاهين ده اتجوزت ومحدش بيتابع معاها. يعني شاهين ده اتجوزت امك تروح مننا؟ انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه؟ مش قادر تاخد بالك منها؟ قول لي، قول لي وانا قاعد جنبها. انت مش شايف انك عصبي زياده حبتين؟ زياده؟ حياه امك قدامها كلمه زياده؟ مش قصدي، بس انت مكبر الموضوع يا حسام. لان الموضوع كبير، انت اللي عيل صغير ومش قد المسؤوليه، فالح بس الدور وتتسربع في النوادي والهبل بتاعك ده. خلاص خلاص يا حسام، ما تكبرش الموضوع يا حبيبي، انا ما انا قدامك حلوه زي الفل اهو. انا اسف ان انا عليت صوتي وانت موجوده. معلش حبيبي، انا مقدره مقدره والله. حسام يا فندم، تعالى صالح اخوك. خلاص يا ماما مفيش حاجه. انت عارف ان انا لغايه امك وبتجنن، تاخد بالك من امك. اخويا الكبير ومن حقك تعمل اللي انت عاوزه. وانت عايز رزق؟ لا بس متربى. بصراحه متربى. هو انا طلعت من الدنيا غير بيكو؟ ربنا يخليكوا لي وما تحرمش منكم ابدا. ولا يحرمنا منك يا ست الكل. ما احلس ما احلس يا اخويا. امي. طب ما هو عادي، امي انا كمان. اقعد بوس وانا بوس بقى. نزل. عارفه يا ايمان؟ اخويا منير ده اللي بدافع عنه قدام شالي بجوزي بيطفحني الدم ووريني الويل. بس اعمل ايه؟ اديني ساكته وصابره. ليه هو بيعمل ايه تاني؟ انت فكرك بيديني الشهريه اللي بيبعتها لي الحاج كل شهر؟ امال ايه؟ ابدا. بقاله 3 شهور مش بيديها لي، وبيطلع لي كل شهر بحجه وحجه. معقوله؟ واكتر من كده كمان، حتى لما كان بيديها لي كان بيقرطم منها. طب انت ليه ما قلتيش لحاج؟ اخاف اقول له يتعصب زي عادته ويجرى له حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما انا عارفه اقول لك يا منيره. ورغم ده كله ما بستحملش شلب يجيب سيرته في حاجه. طبيعي، لازم تدافع عن اخوكي قدام جوزي. اصل انا عارفه شلب جوزي ده يحب طول عمره يدي في حقن، يولع الدنيا دي كلها حريقه. اللي زي اخوك منير ده يا ميزو، اللي يسكت له يركبه ويدندن رجليه. ده عايز واحد بقى يلبس له الوش الخشب ويحاسبه على الصغيره قبل الكبيره. شلبي ما
تنساش ان منير ده اخويا الكبير. ما هو المصيبه ان اخوك الكبير، امال لو كان حد غريب كان عمل فيكوا ايه؟ ما اقدرش اخسر اخويا حتى لو اكسب فلوس الدنيا كلها. يا سلام على قلبك الابيض الطيب، والله انت غلبان، انت اختك الغلبانه اللي جوه دي، ده لو ناس تانيه كان خلي اللي يشتري يتفرج عليها. ما كفايه بقى يا شلبي، انت ما عندكش سيره غير سيرتنا مع منير ولا ايه؟ تامر ولا تامر، اشفط بطنك وقوم هلا. قوم بقى. يا نهار اسوخ ومنيل. انا قلت لامك 100 مره ما تلبسكش فلينه الحراميه دي. قوم. سيبه النهارده اجازه من المدرسه. انا جايب له شوكولاته عشان يروح بيها المدرسه ويتنطط على زمايله. سيبك من تنطيط ابنك وخلينا في تنطيطك انت. ما خلاص يا بنت خلاص، انا صالحت ابويا وكسبت رضاه وبقينا زي السمنه على العسل دلوقتي. اهو كده ابوك يبقى راضي عليك وتتقي شر غدره. اسمع كلام مراتك حبيبتك تكسب، لو كنت سبته زعلان منك ما تضمنش، ممكن بكره الصبح يكتب الحكايه كلها المعتزه ومنيره بالعند فيك. انما طول ما انت بتاخده على قد عقله هيديلك الامان ويعمل لك اللي انت عاوزه. ولو كان ابوك عاوز يسلف اخوك سلفه وكتبه وصل امانه بالمبلغ. وصل امانه يا بنت اللذينه. يا شاهين ده كويسه والله. يا حبيبتي والله ماما زي الفل. انا مش عارف انت بتعملي ليه كده، بس مفيش حاجه. ايه دي؟ الله يخرب بيتك يا محمد. قالها قالها وقلقها. ماشي يا حبيبتي اهدي. طب ممكن تهدي؟ طب هات هات وانا هكلمها. هي مش هتطمن. طب طب هتكلمك بنفسها اهي. هتكلمك اهي. خدي خدي. الو. ايوه يا ماما. الف سلامه عليك يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي انا كويسه خالص، ما تقلقيش كده. برضو يا ماما تبقي تعبانه وانا اخر من يعلم. حبيبتي ما حبيناش نقلقك، وانت عروسه بقى في شهر العسل. يا ماما عسل ايه بس، انا قلت لساهر ان احنا لازم نرجع حالا، هناخد اول طياره وهنكون عندك. مش مستاهله يا حبيبتي، دول كانوا شويه تعب وراحوا لحالهم الحمد لله، وانا بقيت كويسه وزي الفل دلوقتي. بجد يا ماما ولا بتطمنيني وخلاص؟ لا يا حبيبتي بجد والله انا كويسه وزي الفل. وين لو كان في اي حاجه كان اخواتك كلموكي وقالوا لك انزلي انت وجوزك، بس انا عاوزاكي تطمني انت وساهر وتتبسطوا بقى كده وتتفسحوا وترجعوا لنا بالف الف سلام. حاضر يا ماما، بس وعديني ان انت هتاخدي بالك من صحتك، واحنا كلها يومين بالكتير وهنكون عندك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ترجعوا لنا بالف سلام. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الله يسلمك يا حبيبتي، مع السلامه. هيا يا ستي طمنتي. لا ليه يا حبيبتي، مش قلت لك حاجه بسيطه وهتعدي ان شاء الله؟ يا رب يا ساهر، ربنا يستر بقى. ربنا يحفظك يا طمنتي. يا رب. هو انا ليه مش مصدق نفسي ان انا قاعد معاكي وبنتكلم وعيني في عينك كده؟ ليه؟ طب شيل ايدك اتكلم ببقك، انا سامعك كويس. معلش انا اسف، انا اصلي اندمجت شويه. اندمجت ولا انت واخد على كده؟ انا والله ابدا، ده انا اغلى من الغلم والله. مش باين بس انا هحاول اصدقك. على فكره انا من ساعه ما شفتك حاسس ان الدنيا بعد ما كانت مداني ظهرها ومخصماني رجعت تصالحني تاني. برافو، ده انت حافظ كويس والله. هو اللي قالها لي قالها لي كده بالظبط. عجبتك؟ اه. طب بقول لك ايه، يعني انت احلى من اللي كنت بحلم بيها. افلام عربي قوي وقديم كمان، افلام قديمه والله. هو اللي قالها لي غاوي افلام قديمه. طب تحبي مناسبه الافلام ازعق كده باعلى صوتي زي ما كان بيعمله اقول ان انا بحبك؟ زعق مش شرط بقى عشان انا ظابط وليا هيبه برضه، ده نادي شرطه. خلينا بقى في الجد، انا شايف ان انت معجبه بيا جدا وحتموتي عليا وصراحه، وانا كمان، فشايف ان احنا نختصر الطريق ونكلم سياده الليل. انت مغرور؟ طب عيني في عينك كده. بطل بقى بطل بقى، يبقى اكلم سياده الليل. ادخل. اهلا يا حسام، تعال اتفضل. ازيك يا باشا؟ قول لي ايه اخبار الرجاله بتوعك في الصعيد وواجه بحري وجنوب سيناء؟ كله تمام يا فندم، ببلغهم تعليمات سعادتك كله تمام. انا عارف ان الحمل تقيل عليك، بس انت قدها وقدود وبتقوم بواجبك تمام، بدليل الاربع ظبطيات في 3 شهور. يا فندم البركه في سعادتك، كله بدعم سعادتك يا باشا. على فكره نجاحاتك دي واصله للسيد الوزير، عايزك تحافظ على النجاح ده وبنفس الحماس عشان ترفع راسنا لفوق بقى. ان شاء الله كله بحس سعادتك يا باشا. انا عارف ان انت بتجهز لفرحك ومشغول لشوشتك، عشان كده عايز انزل ظابط معاك. ايه رايك بقى؟ عايز
عادل ولا حامد؟ لا 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 حامد ايه يا باشا؟ حامد ايه يا باشا؟ عايزين المأمورية تخلص بنجاح ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا فيه. ليه؟ ابوس ايدك بلاش حامد يا باشا، انا وهو ما بنتقابلش في طريقة الشغل، يعني شغله ما بيعجبنيش يا فندم، انا معايا معتز، ولو احتجت ظابط زيادة هقول لسعادتك. خلاص اللي يريحك وربنا يوفقك. الله يكرمك يا فندم، تعليمات سعادتك. شكرا، متشكرين. حنسنا حضرتك يا فندم. مع السلامة يا عريس. بقول لك ايه اللي شرفط وشك كده يا عمر؟ ولا حاجة، شوية بلطجية طلعوا عليا، خدوا منه الموبايل وخدوا مني فلوسي. بس أنا اديت له 1000 جنيه عشان ينزل يشتري موبايل جديد، أمال يقعد من غير موبايل؟ ده ما يصحش. ها وجبت موبايل؟ طبعًا، أنا أقدر أمشي من غيره؟ لا، يبقى خلي بالك على نفسك يا حبيبي وخلي بالك على موبايلك. حاضر، إن شاء الله. أنا إذنك ماما أنا أخش أستريح شوية عشان جاي تعبانة أوي. استنى يا حبيبي، بس هعمل لك حاجة تاكلها وأدخل نام على طول. ما تتعبيش نفسك، أنا إذنكم. عمر ممكن افهم بتكذب علينا ليه؟ انا ما بكذبش على حد. لا بتكذب يا عمر. ما بكذبش. عمر انت اخويا وانا عارفاك. على اساس ايه بتقولي ان انا كذاب؟ على اساس انك انت قلت انك اشتريت موبايل جديد صح؟ قلت. ممكن اشوفه؟ اتفضلي. ده موبايلك القديم. لا مش هو، ده واحد شبهه. بلاش بجاحه، ده تليفونك القديم وانا عارفاه. يا ستي مش هو، اشتريت شبهه يوسف. ايه بقى؟ بقول لك يا عمر اتبسط بيه يا حبيبي، كما تدين تدان، اللي بتعمله في امك هيطلع عليك، وبقول ايمان قالت. الو يا حسام باشا، ازيك يا حلمي؟ اخبار السياحه على حسك ايه؟ طمني. الزبون حجز عندنا تذكره سفر وهيسافر بكره الصبح يا باشا. انت متاكد؟ طبعا يا باشا، وانا عمري بلغت سعادتك بحاجه غلط. على فكره الشركة عاملة عندنا عروض هايلة لتركيا. لا أنا خلاص حجزت في الغردقة، حلو قوي على قدنا. ألف مبروك يا باشا، نجاملك بقى مرة تانية. مجاملتك ليا إنك تبلغني بأي حاجة، حد مسافر تبلغني أقول له مع السلامة، حد راجع تبلغني عشان أقول له حمد لله على السلامة. أمرك يا باشا. الأمر لله سيدي. مع السلامة. يا ابن الكلب يا طاهر، ما وريتك. ماشي. الو انت فين يا زفت الطين؟ انا هنا يا باشا. في هنا وحيات امك وبتعمل ايه عندك؟ ولا حاجه، مستني اي معلومه جديده عشان ابلغك بيها. وما بلغتنيش ليه ان الزبون حجز تذكره سفر وهيسافر؟ ها ماني يا باشا، يعني كنت مستني لما اتاكد ان هو سافر وابلغك. يا سلام، يا فرحه امك بيك. بس انت ما شاء الله عليك يا باشا، عرفت المعلومه دي منين؟ ولا هو انت فاكر ان انا ما عنديش غيرك؟ انا ليا بدل العين الف واعرف تبت النمله. يا باشا يعني هي جت علي؟ اسمع يا بني ادم، تبلغني باي معلومه مهما كانت تافهه بالنسبه لك، سامع ولا لا؟ اللقم والخبز ده مش هيمشي عليا، اخر مره تخبي عني حاجه، فاهم ولا لا؟ مفهوم يا باشا. عيل غبي. هتعود كتير في السفريه دي؟ كلها كم يوم وهعود على طول. انا حطيت لك خلاجاتك كلها في الشنطه الكبيره، خصوصا الخلاجات التقيله عشان لو الجو برد هناك ولا حاجه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. خلي بالك من صحتك وعاوزك تاكل زين، ومليكش دعوه واصل بالخواجات اللي بره، مفهوم؟ مفهوم يا ست. والنعمة الشريفة هتوحشنا يا سيدياب. تعيش يا طاهر. بقول لك ايه؟ النبي يا سيدياب، أنا مش عايزك تنساني في الحباية ال 100 مللي. 100 مللي يا طاهر؟ 100 مللي؟ أنا مش عايزك تفهمني غلط، أنا قصدي يعني 100 مللي عشان يبقى زيادة الخير خيرات، ولا هي جت علي؟ تروح وترجع لي بألف سلامة يا دياب. سلمك يا محروس. محروس، أوعاك تكون زعلت مني ليلة الفرح، أصل كنت مخنوق هبابي. لا ولا يهمك، المهم دلوقتي تكون راجد خنقتك. خد بالك من حكمة وتحطها في عينك من جوه. أبا هتوصينا على أختي ولا إيه يا دياب؟ عاوز حاجة أجيبها لك من بلاد برا وأنا مسافر؟ إذا كان كديها عاد، عاوز جزازة تكيلة. اسمها تكيلة، تكيلة هي محروس. أيوه هي دي اللي هتقول عليها. على ما تسافر وترجع
أكون أنا سافرت مصر قضيت كم مشوار وعودت. ربنا يحميك يا ولد. هتاخد الطيارة وتتدلى على دبي. منيها هتطلع على تركيا. بعد كده هتسافر طوالي على كرواتيا بالباسبورت بتاعك بتاع جنوب افريقيا عشان تقابل الخواجة وتخلص معاه. يعني هو زمانه لسه حالا وصل اوروبا. وصل فين يا اخويا؟ اوروبا. طب ايه رايك بقى نفتح انه وصل بقاله 5 ساعات واستحمى وغير هدومه واتغدى وبالامره كمان سمك. بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا، ما شاء الله عليك يا باشا، ما بيتفوتش فوته ولا فتفوته وحياتك. اسمع لا، انا عايزك تفتح عينيك واي خبر جديد تبلغني بيه فورا، خصوصا معاد وصول الواد اللي اسمه دياب ده، مفهوم؟ اوامرك يا باشا، اوامرك. ايه هتقعد تفرك في ايدك كده كتير ولا ايه؟ عايز ايه؟ يعني مش عايز حاجه يا باشا يعني. طيب امشي. ايه؟ امشي. السلام. ماشي يا باشا. سلام يا باشا. السلام يا اخويا. سلام. بات البنطلونات على مقاسك بدل ما تقع منك يا مصطفى. على قدينا يا باشا. لا انا مش هخرج معاكم النهارده. ليه بقى كده؟ هخرج مع ريهام. ريهام؟ ريهام مين دي؟ ريهام بتاعت النادي. يالا اللي انت اتشلفت عشانها، صعبت عليا قوي والله. انت متخلف. يالا اسمها تلطشت. هي اللي تلطشت عشانها. الله 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 الله، الظاهر كده ان السناره غمزت يا محمد باشا. شكلها كده. بس البنت دي مش بتاعت حوارات، وشكلها محترمه مش بتاعت لف ودوران. وانت حد قال لك ان انا هاخدها والف وادور بيها؟ طب رسيني. مش عارف، بفكر اخطبها. مش انت برضو اللي كنت بتقعد تقول والله العظيم ما هتجوز والله العظيم ما هرتبط؟ في ايه يا سيدي؟ انا عيل ورجعت في كلامي. انت مال اهلك يا سيدي؟ انا بتكلم بجد، انا مش عايزك تتسرع عشان ما تندمش بعد كده. وانا برضو بتكلم بجد، بنت داخله دماغي وقاعد بفكر فيها كتير. وعايز اقول لك على حاجه غير كل الزباله اللي انت عرفتني عليهم. طب بقول لك ايه، غور انت في داهيه بقى دلوقتي عشان هي علويتك. يلا. هو انت ليه وحشاني قوي كده؟ بقول لك ايه، هو انت عندك اكاونت على الفيسبوك؟ فيسبوك؟ فيسبوك. ايه غريبه؟ لا مش غريبه، بس يعني انا راجل ما عنديش وقت للموضوع ده ابدا. طب اعمل بقى اكاونت على الفيسبوك عشان اعمل لك اد عندي. ما طبعا هنعمل اد وهنعمل فيسبوك، بس بعيد عن الفيسبوك. هو انا مش هشوفك؟
محمد. طب انا هقفل دلوقتي عشان بابا دخل عليا. اوكي باي. لا لا سياده اللواء غور، انا في داهيه طبعا. كلوا يا بنات كلوا. انا والشفا مطرح ده ياسر يمري، وانت منصور عاوزك تاكل كل اللي في نفسك، كل عشان تبقى راجل من هدومك. خلي كلها تخافك وتعمل لك الف حساب. كل كل. اكيد هيبقى كده، ما هو اتجبر البطاش سيد الناس على سن ورمح. اه هو ده اللي انتوا فاكرين فيه الحديث وبس. ليه بس يا سي جابر؟ او احنا زعلناك في حاجه؟ عاوز اقاوم منصور، عاوز اجيب له اخو عشان ما يبقاش كده لحاله. ليك بنابر على بنات. بحكمة ربنا يا سي جابر، محدش في يده حاجة. بس ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاه. واه، طب واحنا بيدنا ايه بس نعمله؟ تعملوا اللي عليكم، واللي عاوز ربنا هيكون. خاشش في الاوضه جوه اللي عليها الدور الليله دي. حصلني امرك يا سيد الناس، امرك. الليله ليلتي يا حبيبتي بالسم الهاري. دياب سفر اتفق على عمليه شديده، واحنا هنيجي قاعدين زي الولايه ويدنا على خدنا. نفسي اشوف فيهم يوم يابا، نفسي اشوف فيهم يوم. بدل ما تقعدوا تهروا وتنكتوا بدي، روحوا اشتغلوا زي ولاد عمكم عشان تبقوا رجاله مالوا خلقاتكم. نشتغلوا كيف وهم واكلين السوق كله وبيرموا لنا الفتافيت؟ يعني يا ابوي هو احنا نعرف ندخلوا حته سلاح واحده في البلد دي من غير درع عمي؟ ها ده كان دخلنا بالنار من غير ما نصعبه عليه، وانت وانا برابيسي كمان. لانكم هفيه وما لكمش وزن. خبري عاي يا ابوي، ناقصين هم احنا؟ ايوه ناقصين مخ وما عارفينش تفكروا صح. وايه هو الصح عادي يا ابوي؟ خليهم يشتغلوا ويلموا الفلوس عشان نصيب منصور واد نجيب اختكم. هما ليهم غيره؟ مفرد جابر خلف واد تاني من اي مره من حريمه، يعني يعملوا ايه وقتها؟ او دياب خلف من حكمه بنت الطراشني. ولو برضيك هيبقى لنا في فلوسهم نصيب منصور الصغير واد نجيب اختكم. وده يجي ايه بحر فلوسهم؟ انا وقت تسند السير بدل ما نتصادموا مع منصور ونروح كلنا في توكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا ابوي. كيفك يا بنتي؟ الحمد لله، كيفك يا همام؟ وانت يا تمام؟ ادينا عايشين يا نجيب. طمنيني يا بنتي، عامله ايه مع جوزك؟ الحمد لله. بس دخول حكمه بنت الطراش ده بيت عمي منصور قلقني قوي يا ابوي. خبريه مالها حكمه؟ بينها واعره وما سهلهاش يا ابوي. لازم توريها العين الحمراء وتعرفيها انك الكل في الكل في البيت. صح، احسن تسرسب وتسحلب وتدحلب وتاخد مكانك في قلوبهم ويروح علينا الترتيب كله. ماشي يا بوي، هحمر لها عيني وهذبح لها البسة كمان. والله وحشتوني قوي قوي يا ولاد. وانت يا ماما والله وحشتينا قوي. والله يا طنط ليكي وحشة. قولوا لي بقى، اتبسطتوا في الغردقة؟ إلا انبسطنا. طب هو في أحلى من شهر العسل وأيام شهر العسل؟ طب ده الجواز كله شهر العسل وبس. نعم يا حبيبي، نعم. أنت بتصدقي برضه حبيبتي؟ ده أنا بهزر والله. ربنا يسعدكم ويفرحكم يا ولاد، ويخلف عليكم بالذرية الصالحة إن شاء الله. جدعاني بقى يا شاهين، عاوزه اشوف حفيد قبل ما اموت يا بنتي. بعد الشر عليك يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ان شاء الله هتشوفي ولادي وولاد حسام وولاد محمد كمان. محمد ده مفيش امل من جوازه ابدا. صحيح، هم عاملين ايه يا طنط؟ دول وحشيني قوي. هم مين دول اللي وحشينك يا بكاش يا نصاب؟ ها؟ مين اللي وحشينك؟ مش كفايه خدت الحته الحلوه والنظيفه اللي فينا؟ وحشت والله حلوه الظابط. الحمد لله على السلامه يا عريس. الحمد لله على السلامة يا عروسة العرايس. وحشتني قوي يا حسام. ازيك يا ماما؟ ازيك يا عاملة ايه يا حبيبتي؟ يا بنت الحلاوة والطعامة دي، ايه مرضة ومحلوة ليه كده؟ أنا طول عمري حلوة وزي القمر، بس أنت اللي مش واخد بالك بقى. يا واد يا واثق في نفسك أنت. طمني يا حسام. نعم. أخبار الشغل إيه؟ كويس، ارتحت كويس، خليك في حالك. أخبار عروستك إيه؟ اسكت يا شاهين، مدوخاني ومرمطاني وراها السبع دخات. إيش فستان الفرح؟ إيش الكوافير؟ ايش اللي بتاع ليه بديكير وبتاع اللي بتعملوه انتوا ده؟ هو شبه حاجات مبهدلاني. انت جيتي في وقتك علشان تشيلي من على قفاه الحمل ده شويه. هي تقدر تتاخر، ده فرح الغالي ابن الغالي اللي ما فيش زيه في الدنيا ابدا. يا بنتي اللي ما فيش زيك يا قمر يا حبيبي. يا حبيبتي
البيت والله يا حكمة. تعيش يا فتحي، البيت منور بناسه. تعيشي يا بنت الأصول. والله وجينا سلايف يا بنت الطراشنة. شفتي الزمن يلف 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 ونلقانا في وش بعض من تاني. قال لي قولي لي يا حكمة، انتي كنتي فين المدة دي كلها؟ ده انتي ولا كنت بتحضري أفراح ولا معازي أهل البلد. أي والله، ده احنا افتكرناكي سافرتي. كنت في المدارس وما كانش عندي وقت لحاجة تاني. يا حظك يا حكمة، يعني اتعلمتي؟ حصر علينا. خدت الثانوية العامة وكان نفسي أدخل الكلية وأبقى محامية. وبجدي؟ من ساعة موت أبويا الله يرحمه وكل حاجة وقفت مطرحها. وأعمل لك إيه العالم عاد؟ غيرش بس خلاكي تتجوزي كبيرة في السن. العالم كبر لي راسي يا نجيبة وخلاني أشوف الدنيا بشكل تاني. بلا تاني بلا تالت. هي المرة تبقى مرة غير لما تتجوز وتجيب لجوزها عيال يكونوا لها عزوة وسند. جرى ايه يا نجيبة؟ ما بكفاياكي عاد؟ جرى ايه فتحي؟ انت كيف تكلميني كده؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ عن ام الواد يعني الكل في الكل هنه. كلنا هنه زي بعضينا، وكونك ام الواد ما يديكيش حاجة تتمرياسي على الباقيين. جرى ايه يا حكمة؟ انت جاية تخربي علينا ولا ايه؟ حطي لسانك في خشمك واطلعي على اوضتك عاد. انت بتهدديني يا بنت البطاطشة؟ ايوه بهددك، وان ما سمعتيش الكلام هيبقى لي معاكي كلام تاني يا بنت الطراشطة. انا قاعدة لك يا نجيبة لما اشوف كلام ايه تاني اللي انت ناوية تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيدة. انت كده غلطتي، وانا اللي يغلط فيي لازما يتربى. اسمعي يا نسوي، قال ايه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي كده. ها يا بابا يا بابا. صبحت ليها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص. مولد وسيرك وهيصة وميغة ولعبة عالي في الكواليس. الكلمة صبحت ليها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص. قبل السماء والهوى والشط الدنيا دي قانونها اتحط. من أول مشهد في الدنيا حصلي للي عدى الخط. وهي علشان مشيت حلواني خربت والمستوى انحط. صبحت ليها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص. مورد وسرك وهيصة وميغة ولعبة.